السلام عليكم، مرحبا بكم مرة أخرى في فيديو جديد. اليوم إن شاء الله غادي نشوفوا واحد الطريقة ديال اللحم يعني بالبرقوق، طريقة مختلفة مع هاد الطباخة. عجبتني الطريقة ديالها وعجبتني كذلك النتيجة، وبغيت نتقاسمها معكم. يعني كدير بعض التوابل اللي كتجي صراحة زوينين، وغتشوفوا كذلك الطريقة ديال التحضير ديالها ديال السفة. المهم حتى هي سهلة. اتمنى في الاخير ان الطرق ينالوا الاستحسان ديالكم. اول حاجه غنبداو بالمقادير. عندنا 125 غرام تقريبا، نص ربع ديال الثومه اللي طحنتها مع الماء، وعندنا تقريبا جوج كبطات ديال القزبر المعدنوس مخلطين وكطحنوهم مع الماء، وعندنا تقريبا ثلاثه الحامضات مسيرين، يعني كتاخذ الحامضه بالقشره ديالها واللب ديالها وكطحنها مع الماء. هنايا خدات بانيو اللي غتخلط فيه، دارت فيه الثومه والقزبر والمعدنوس، هنا دارت جوج معالق ديال البسيبسة وقعقله، جوج معالق حتى ثلاثه المعالق كبار ديال القزبر يابس، وثلاثه المعالق ديال سكنجبير، ثلاثه المعالق ديال خرقوب بلدي، ومعلقة كبيرة ديال البزار، معلقة كبيرة ديال القرفة بلدية، معلقة كبيرة ديال السمن، وكتخلط العناصر، وكتضيف اللحم باش كيتعقد تقريبا عقدته 3 تسويع. بالنسبه للملحه ما كتكثرش الملحه لانها دايره دايره الحامض مسير، دايره تقريبا مع نص معلقه صغيره او ربع معلقه كبيره. المشاهدين درنا القرفه عواد، ايوا هادشي اللي كاين باش تقنص ما رويتش غدا نديرها باش ما يلصقش ليا. صافي غادي ديالنا باش تقلى مازال. دونك الماء الكافي ما تزيديش دابا. لا لا دابا بحال فاش غيتقلى ليا. صافي. فهمتي؟ صافي. درتي البصله دابا. البصله. ها تقريبا ديال البصله؟ تقريبا شي 4 كاكوبات. 4 كاكوبات. مشمبين. مشمبين. غنزيدو دابا الماء ولا غادي تدخل فيه ثاني فيها البصله؟ صافي غنخليو دابا دفنا البصله. غنخليوها تشحر. دونك دابا باقا ما درتش لا زيت لا والو. صافي دابا باقا ما دارتش الزيت، دونك دابا دارت البصله تقريبا ربع البصلات مشلطين، وغنخليو الطنجره ديالنا او الحب ديالنا يتشحر. دابا هنا بعد ما تقلات مزيان بحال دابا البصله. غادي نديرو الماء كامل البصله من زعفران شعره. شعره شعره قلوبو كنديرو النص دابا والنص من يطيب تاني. دونك دابا درتي الماء غدير فيه زيت البلدية. الزيت دابا ضروري ضروري من الزيت البلدية. ضروري تقريبا شحال؟ شي سيطر بحال هكا تقريبا. دونك بالنسبة للماء شنو خديجة؟ صافي درنا، المهم روينا توصل الفوق ديال اللحم. هادشي قاد مع اللحم. قاد مع اللحم باش يطيب لك مزيان. دابا غنغطيو عليه وخليه يطيب. ايه ونخليه حتى يطيب. دونك دابا غنوجدو السفة. عندنا هنايا شحال تقريبا؟ جوج كيلو. جوج كيلو هنايا عندنا المجموع كامل 8 كيلو ديال السفة. دابا حنا كنديرو بجوج بجوج وكنرمي البرنة. جوج كيلو جوج كيلو بجوج كيلو ديال السفة تقريبا شي 14 حتى صغير. المهم السفة كلشي كيعرف بأن كندهنو بزيت وكندورو. وهنايا درنا السفة تفور تقريبا شي نص ساعة. في المرحلة الأولى ضروري كتغطيو عليها وكتحسبوا الوقت اللي قلت لكم اللي هو نص ساعة. هنا بعد ما كملت نص ساعة كديروها في الماء بارد كما كتشوفوا واضح.
هذه شويه خاصها تسقطر مزيان صافي وكنديروها مباشره حتى تفور تسقطر نسكو بعد ما تسقطر نديرو شويه زيت المهم هادي تتفور هادا تنزيدو كتبلوكا كتيري بالصانة ولا القرص وكتسد كتحركي باش يبقى يطلع طلع البوخار فهمتي باش تفور لك الا ما درتيش بكا ما غتفورش هنا بعد ما فارت لينا مزيان كتضيف كيلو ديال السنيدة تقريبا نص كيلو ديال الزبدة يعني زبدة سبيسيال وإيطاو ديال الحليب بالنسبه للحليب هو اختياري تقدروا تضيفوا الماء او تضيفوا الحليب هنايا غادي تخلط السفه جيدا وغتغطي عليها حتى الوقت التقديم وديرها تفور بالنسبه للحم بعد ما قرب يطيب ضافت إيطاو ديال المشروب الغازي وسمحوا لي مشى لي هذا المقطع اكتفيت فقط في الصور الضوء ديال هذا المشروب الغازي انه تيعطي اللون الحم وكيعلكم ودابا نخليكم مع الاشكال النهائيه ديال الاطباق ديالنا اللي هي الحم بالبرقوق بطريقه سهله وناجحه والسفه كذلك ونتمنى في الاخير انهم يعجبكم واذا عجبكم بارطاجيو مع العائله ديالكم اصدقائكم واحبابكم وبالصحة والراحة إلى فيديو قادم إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أنا معك وي نسيمه.